مقتل 19 تكفيريا واستهداف وتدمير عربات محملة بكميات من الأسلحة وذخائر ضمن العملية الشاملة سيناء 2018. السيسي يؤكد أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة. اليوم اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني وقرار واشنطن بشأن القدس. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية على شاشة النيل، مرحبا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحقيق نجاحات ضمن العملية الشاملة سيناء 2018، وأسفرت عن القضاء عن 19 من العناصر التكفيرية. قالت القيادة العامة في بيانها 22 إن العملية الشاملة أسفرت على مدار الأيام الماضية عن القضاء على 10 من العناصر التكفيرية خلال عمليات تمشيط و9 تكفيريين بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية. استمراراً لمعارك الوطن التي يخوضها أبطال القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بكل شجاعة وإقدام لاستئصال جذور الإرهاب الأسود ودعم ركائز الاستقرار والتنمية على أرض مصرنا الطاهرة، فقد أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن النتائج الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير عربة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية، القضاء على 10 أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم بشمال ووسط سيناء، القضاء على 9 أفراد تكفيريين أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الأمنية بوزارة الداخلية عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير، وذلك بعد توافر معلومات تفيد باتخاذهم وكرا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش، اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وعدد من أجهزة الاتصال بشمال سيناء. كما تم الكشف عن مخزن تحت الأرض يحتوي على كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي على الفكر التكفيري بوسط سيناء. اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في المنطقة الحدودية بشمال سيناء. القبض على 20 فرداً من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. الله أكبر.
قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير ثلاث عبوات ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قواتنا بمناطق العمليات. اكتشاف وتدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط كمية أخرى معدة للتداول تقدر بحوالي 0.5 طن بوسط سيناء وعلى امتداد السواحل. تستمر القوات البحرية بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها، حيث تمكنت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة من ضبط 1 السفن التجارية بعد إلقائها لعدد كبير من الخراف النافقة أثناء عبورها بنطاق البحر الأحمر. وفي إطار جهود قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، على الاتجاه الاستراتيجي الغربي قامت بإحباط محاولة اختراق للحدود لعدد من عربات الدفع الرباعي محملة ب300,000 قرص من عقار الترامادول المخدر و40 كيلوغراما لجوهر الحشيش المخدر، وضبط 401 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولة التسلل عبر الحدود الغربية. على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي نجحت في ضبط 16 سيارة دفع رباعي و19 فردا عثر بحوزتهم على 250,000 قرص للمواد المخدرة، وإحباط محاولة 25 فردا من جنسيات مختلفة التسلل عبر الحدود الجنوبية. بمناطق شمال ووسط سيناء ضبط 4 أفراد عثر بحوزتهم على 235 كيلوغراما لنبات البانجو و333 كيلوغراما لجوهر الحشيش والأفيون المخدر. واستمرارا لتلبية المطالب والاحتياجات التموينية ورفع المعاناة عن أهالي شمال ووسط سيناء وخاصة في شهر رمضان المعظم، تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية. ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التطهير لأرض سيناء الغالية بعزيمة وروح قتالية عالية من أجل حماية الوطن وشعبه العظيم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيادة اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء كل عام وسيادتك ومصرنا الحبيبة بألف خير. صباح الخير عليك وعلى كل الشعب المصري، كل سنة وكل الشعب المصري والمسلمين بخير وبسلام. أمين. شكرا يا فندم. بخصوص البيان رقم 22، البيان وما أسفرت عنه من نجاحات قواتنا المسلحة وأيضا الحفاظ على الاحتياجات الأساسية والمعيشية لأهالي سيناء، تفضل يا فندم. تمام. النهارده بعد أكثر من 3 شهور من أعمال قواتنا المسلحة والشرطة على أرض سيناء الطاهرة، هنجد إن ما زال هناك بعض العناصر الإرهابية اللي قواتنا بتعمل ضدها، ولكن هنلاحظ ان البنيه التحتيه تقريبا لم يعد فيها الا حاجات بسيطه جدا، وهنجد ان عندنا في 4 عناصر رئيسيه بتتعامل معها قواتنا باستمرار. رقم 1 هم الارهابيين انفسهم،
ودول في البيان ده عندنا في 19 إرهابي تم قتلهم، منهم 10 قواتنا المسلحة قضت عليهم أثناء عمليات التمشيط في المناطق الصحراوية، وفي 9 دول تم تبادل إطلاق النيران معهم مع قوات الشرطة في المناطق الزراعية. وده بنلاحظ إن هم بيحاولوا يرجعوا مرة أخرى المناطق الزراعية للمناطق السكنية، وقواتنا يعني مترصدة ليهم باستمرار، ما بنسيبش منطقة قواتنا فتشتها قبل كده، وبالتالي هذه العناصر كانت بتفكر إنها تهرب من مطاردة القوات المسلحة في الصحراء إلى المناطق الزراعية، فتصدت لها قوات الشرطة وقضت عليها، وبالتالي عندنا 19 إرهابي قتيل. بالنسبة للمحور الثاني اللي هو المشتبه فيهم، وهنجد ان عددهم قل بكتير عن بعد ما كانوا بالمئات، النهارده في 19-20 مشتبه فيه. ال 20 دول بيتم تقديمهم لجهات التحقيق، اللي سليم بيخلى سبيله فورا، واللي عليه اي حاجه بيقدم للمحاكم يعني للاقتصاص منه. العنصر الثالث هو العبوات الناسفة اللي لازم، والألغام والشراك الخدعية، لازم قواتنا تطهر الأرض بالكامل عشان ما نجيش بعد العملية ما تنتهي نجد أن الأبرياء من أبناء سيناء بيتعرضوا ليها وبيروحوا ما بين قتيل أو جريع. العنصر الأخير في العناصر الأربعة دول هو المخدرات، اللي لا تقل خطرا عن كل الثلاث عناصر السابقين، وده لابد من اكتساس كل مزارع البنجو اللي موجودة. أي كميات مصنعة من المخدرات موجودة في سيناء بنطهرها كلها بالكامل، بحيث إن هي فعلا عملية تطهير شاملة من كل التهديدات وكل نقول الضرر اللي بيصيب سيناء. لو انتقلنا لحد يمكن في حاجة جديدة النهاردة بالنسبة للقوات البحرية، إنها ألقت القبض على إحدى السفن اللي بتلقي بعض الأقراص النافقة في مياهنا الإقليمية في البحر الأحمر، ودي بتبقى سفن تجارية أصلا بتنقل خراب أو بتنقل حيوانات، المفروض إن أي حاجة نافقة معاه ما تخلصش منها في البحر بالطريقة اللي بيعملوها دي، لأن ده بيضر بالبيئة، ليها طريقة تانية في التعامل معها، وبالتالي السفن المخالفة دي بيتم القبض عليها وبتغرم غرامة كبيرة لكي لا تقوم بمثل هذه العملية. فلو جينا على باقي حدودنا الغربية والجنوبية، هنجد قوات حرس الحدود والقوات الجوية بتؤمنها تأمين كامل، العربية اللي حاولت تعدي محملة بالزخار والأسلحة تم تدميرها، الناس اللي بتحاول تعبر الهجرة غير شرعية أيضا تم القبض عليهم، أي حد بيحاول يعبر بمخدرات أو بأي شيء مخالف أقراص مخدرة أو خلافه، نعم، أيضا جهود شاملة ومشتركة لكافة الأسلحة بالطبع. آخر حاجة مع الشرطة، آخر حاجة هي توزيع كميات من المواد التموينية على أبناء سيناء بالكامل اللي هم في منطقة العمليات، لكي لا يتعرضوا لأي ضائقة تموينية، والحمد لله في رعاية كاملة لأبناء سيناء رغم كل هذه الظروف العملياتية العسكرية. لم ننسى أبناء سيناء بأي شكل من الأشكال. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. خلال جلسة اسأل الرئيس ضمن المؤتمر الوطني الخامس للشباب، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها مصر أثبتت مصداقية الدولة في تحسين اقتصادها. احنا خدنا الخطوة نعاني منها، لكن ما دعناش، البلد ما راحتش، البلد ما تخربش. لو خدنا الإجراء البلد تعاني وكل بيت يستحمل ويبقى ظروفه صعبة، لكن الإجراء ده لو ما خدناهوش، تصوروا إن حجم العمالة اللي موجودة في المصانع دي تبقى موجودة في الشارع من غير ما يكون لها فرصة تصرف. هو دلوقتي معاه، بس اللي معاه مش كفاية، لا ما كانش هيبقى موجود معاه خالص. الدولار كان هيبقى الناس النهارده، الشركات اللي بنتكلم عليها عايزه تجيب مستلزمات انتاج، عايزه تطلع ارباحها بره، عايزه تستفيد من العمله، مفيش عمله. حطوا الكلام ده كله باختصار انا بقوله مش للمواطن اللي ممكن يكون يعني مهتم قوي ودارس قوي، انا بقول الكلام ده اللي هي للمواطن البسيط في الشارع.
يعني انت تبقى متصور ايها الشاب او الشابه او الرجل او السيده ان كان عندنا خيار الطف من كده وما عملناهوش معك. يعني احنا ما بنحبكش يعني. وقال رئيس السيسي إن أسعار جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة أقل من تكلفتها الحقيقية، مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تقدم دعما لمواطنيها مثل مصر. كنا بنتكلم الموضوع ده بلا مبالغة، يمكن تم تناوله من مسؤولين كتير، موضوع التسعير للسكة الحديد والمترو. وبالمناسبة بقى أي حاجة في مصر تسعيرها مش هو ده الثمن الحقيقي، عشان اذا كنتوا عايزين تبقوا عارفين يعني مفيش حاجه في مصر الحكومه بتقدمها سعرها هو سعر الخدمه الحقيقي، حتى لو كانت الخدمه مش عاجباك. ويمكن انتوا شفتوا اول امبارح موضوع محاكاه الاتحاد الافريقي، ولقيتوا معظم الكلمات بتتكلم عن ظروف وتحديات زي اللي موجوده عندنا في مصر. اوعى تفتكروا ان انا ببالغ، قسما بجلال الله انا الدول الافريقيه اللي قابلتها كلها وسالت السؤال ده ما حدش بيقدم دعم قد الدعم اللي بتقدمه مصر. انا بقسم بجلال الله ما فيش حد بيقدم دعم في الخبز والوقود تعليم صحه والنقل والمواصلات قد اللي مصر بتقدمه. أنا عايز أقول لكم هم بيقدموا صفر دعم. وحالهم كده. حالهم كده. أشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو لم تتمكن الدولة من تنفيذه منذ أكثر من 16 عاما، منوها بأن التخطيط العمراني للمنطقة سيقدم العديد من فرص العمل. ماسبيرو مشروع بقاله 16 سنة. مش كده؟ يعني على كل حال هنقول 16 سنة ما قدرناش نعمله. ومش بقول ما قدرناش، ما بقولش ما قدروش، ما قدرناش. مش كده يا دكتور؟ فلما المسبيرو دي عبارة عن ايه؟ عن منطقة موجودة في عندنا في البلد في مصر وعايزين نغيرها وننشئ فيها حياة أكثر تطورا وتقدما وتدي فرص عمل بزيادة. تدي فرص عمل بزيادة لأن هيبقى التخطيط العمراني اللي موجود جواها يتيح كده. ولا أنا مش واخد بالي يا دكتور؟ كويس. لما نيجي نعمل دي هندي نموذج لتغيير آخر محتمل. لما الناس تشوف ماسبيرو بقت عاملة إزاي أجي على الناس اللي في بولاق أقول لهم ممكن أعمل لكم زيهم. فيقول لك طيب يلا. نقوم برضو نعوض الناس بالشكل اللي عملناه في ماسبيرو. ونحل المسألة بشكل علمي وإنساني ودولة بتتعامل مع مواطنيها. احنا لما جينا نحل المسألة دي انا قلت للدكتور مصطفى اوعى تفتكر ان المواطن هيطلع من مكانه من غير ما ياخد حقه. طب حتى لو تعشم زيادة شوية يتعشم وماله، لو قدرنا نغني الناس ما نغنيهم. مش كده؟ أضاف الرئيس السيسي أنه سيتم الانتهاء من العديد من المشروعات خلال العامين القادمين. كتير جدا من المشروعات اللي احنا بدأناها في الأربع سنين اللي فاتت هتخلص خلال السنتين الجايين. كتير جدا من المشروعات اللي احنا اشتغلنا فيها خلال الأربع سنين اللي فاتت هتخلص خلال السنتين الجايين. وهيكون لها يعني هيكون لها تأثير مباشر على المصريين علينا كلنا. وفي المؤتمر الوطني الخامس للشباب أكد سيادة الرئيس أن استكمال مسيرة بناء الوطن تحتاج لحوار مستمر، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية ما هو إلا خطوة على الطريق. في دورته الخامسة انطلق المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب أكثر من 1000 شاب من شباب الأحزاب والجامعات وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.
مؤتمر دوري أصبح منصة لإطلاق طاقات الشباب والكشف عن طموحاتهم ورؤاهم حيال القضايا والتحديات التي تواجه البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. في كلام كتير قوي احنا محتاجين نتكلم فيه مع بعضنا، وفي كلام كتير محتاجين ان احنا نسمعه من بعضنا، وفي كلام كتير محتاجين ان احنا نفهمه، ان احنا لو احنا عايزين نستكمل مسيرتنا ونبني بلد صحيح، احنا لسه ما تم انجازه في الفترة او الاربع سنين اللي فاتوا بصراحة، دي عبارة عن خطوة على الطريق. للي عايز مننا يبقى يعرف ان هو يعني يسيب للشباب وللأحفاد وللقادمين دولة حقيقية، احنا بس خدنا خطوة واحدة. وقد جاءت الجلسة الأولى للمؤتمر تحت عنوان رؤية شبابية للحياة الحزبية والمشاركة السياسية. استعرضت تطورات مراحل الحياة الحزبية والنيابية التي شهدتها البلاد منذ مطلع القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر، وتناولت نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما شهدته من نقاط القوة. كما تناولت الجلسة التحديات والمعوقات التي تواجه دعم الحياة الحزبية من ضعف دور الأحزاب السياسية المختلفة في التوعية السياسية. وخلال الجلسة تم الإعلان عن قائمة جديدة من قوائم الشباب المفرج عنهم بعفو رئاسي بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. انتوا عارفين في لجنة موجودة دايما بتراجع من أول مؤتمر يعني حتى وصلت أول مؤتمر للشباب، كنا احنا يبقى في لجنة تتشكل وتشكلت عشان تراجع موضوع الشباب اللي موجودين في الحبس يعني. وكل ما بتخلص مجموعة احنا ما بنتدخلش فيها، مش كده محمد؟ فكل ما بيخلصوا احنا بنخلص بنصدق، بيكون حكم نهائي بنصدق على توصيات اللجنة. احنا من وقعنا على المجموعة اللي انتوا قدمتوها حوالي 330 كده، وارجو من السيد وزير الداخلية احنا بس بنحييك يا استاذ جهاد يعني فارجو ان السيد وزير الداخليه الشباب دول يكونوا موجودين بيتسحروا النهارده في البيت يعني. ووجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنه التنسيقيه لشباب الاحزاب لتنميه المشاركه السياسيه في الاوساط الشبابيه. للحياه السياسيه في مصر انا اتصور ان هي شهدت دفعه كبيره جدا على اقل من 2011 وحتى الان، والامر ماشي. النقطة الثانية اللي أنا عايز أكلمكم فيها يعني هو الحياة السياسية بتهدف ليه؟ إن يبقى في كيانات قادرة على إن هي تدفع بالدولة إلى الأمام وتطورها. عايزين نمشي بتقى ده بس ننجح وأنا مع كل اللي اتقال بما فيه إن يبقى فيه شكل من أشكال التواصل، سواء كان بلجنة يعني تنبثق من المجموعة اللي موجودة هنا أو اللي موجودة ورا مننا هنا عشان تتواصل مع السلطة التنفيذية، أنا معاك. أصل في النهاية ما فيش حد هيقعد هيتخلد في الدنيا دي، كلنا موجودين لفترة وحنمشي منها، فلازم نجهز. إذا كنا بنحب بلدنا وخايفين عليها لازم نجهز كوادر قادرة على قيادة الدولة دي في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية. كما دعا الرئيس السيسي إلى إنجاز الانتخابات المحلية في أقرب وقت بعد تأخرها لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة الدولة في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية التي تواجهها. نقطة الانتخابات المحليات صوتي إلى صوتكم، وكان المفروض أن الكلام ده السنة اللي فاتت. وعايز أقول إذا كنا عايزين نحارب فساد بجد وعايزين نمكن شباب بجد ونطمن على ان في اساس موجود تحت موجود في كل مصر، لازم الموضوع ده بسرعه ونعلن ميعاد للشباب. وبقول لهم تاني اوعوا تختاروا غير الافضل ليكم ولبلدكم. الرئيس السيسي أكد كذلك أن مواجهة التحديات التي ظلت تواجه البلاد منذ عقود من ارتفاع لمعدلات البطالة وزيادة التضخم وارتفاع حجم الدين الداخلي والخارجي كانت تتطلب شجاعة القرار بالإصلاح الاقتصادي الشامل أخذا في الاعتبار عامل الوقت. وأشار الرئيس السيسي إلى أن ترهل الجهاز الإداري للدولة كان أحد أهم التحديات التي تواجه الإصلاح الاقتصادي، داعيا إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة، معلنا عن تسهيلات ضريبية
تصل لخمس سنوات لكل صاحب مشروع صغير أو متوسط حال قراره بتسجيل مشروعه واستصدار بطاقة ضريبية. الاقتصاد غير رسمي للدولة هي الناس اللي بتشتغل وهي مش بياناتها مش موجودة لدى الحكومة وملهاش أي يعني وثائق خاصة بيها. طب احنا عايزينها معانا ليه؟ الناس فاكرة ان احنا عايزينها معانا عشان الضرائب. طب انا بقول لكم اهو خشوا في الاقتصاد غير الرسمي عشان وزير المالية اللي غلبني. خشوا في الاقتصاد غير الرسمي وانا بقول لكم معاكم خمس سنين اعفاء. ما تدفعوش حاجة. بس خشوا عشان لو انت تقدر تطور صناعتك هتقدر بدخولك في الاقتصاد الرسمي للدولة انك تخش للبنك تاخد منه وتكبر صناعتك. واستعرض الرئيس السيسي خلال تعقيبه جهود الدولة في تطوير عدد من القطاعات الخدمية الأخرى التي تمس حياة المواطنين كالتعليم والصحة والكهرباء، كما أكد أن الدولة جادة في الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة بعد نجاحها في سداد نحو 4 مليارات دولار من أصل 6 مليارات كانت مستحقات متأخرة. أما الجلسة الثانية للمؤتمر فقد جاءت تحت عنوان رؤية شبابية لصياغة استراتيجية الدولة في التنمية خلال الأربع سنوات القادمة، والتي ناقشت ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة على صعيد التنمية الاقتصادية في القطاعات المختلفة. وفي تعقيبه على مداخلات المتحدثين من الشباب حول هذه القضايا تطرق الرئيس السيسي إلى بعض التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية ومن بينها مرفق السكك الحديدية والمترو في ظل قرار الحكومة الأخير برفع تسعيرة الركوب للمواطنين، مؤكدا أن هذه الزيادة كانت حتمية وجاءت متأخرة في ظل ما يعانيه هذا المرفق من تراجع لخدمات الصيانة ورفع الكفاءة. عندي رفاهية أن أنا أجل أكتر من كده إصلاح لمسار زي المترو؟ لا ما عنديش. طب ما في ناس هتتعب أكيد. وزير نقل من سنة وشوية كده قال لي خط حلوان هيطلع من الخدمة. هيطلع منين؟ الخدمة. ليه؟ قال لي محتاجين صيانته لأنه هو كان أول خط عملناه وبالتالي احنا محتاجين نرفع كفاءته. طيب بكام؟ 30 مليار جنيه. طب يعني نقفل الخط بتاع حلوان يا جماعة؟ نقفله؟ طب ما اقصدش يعني طب احنا كدولة بنحاول نحل المسألة بشكل على قدر الإمكان. أنا بقول تاني ال 30 مليار دول لما هاخدهم عبارة عن إيه؟ حضرتكم كلكم هيبقى عباره عن جزء من عجز الايه؟ سلف. هستلف 30 مليار جنيه عشان الخط ده يشتغل، هيبقى سلف. يبقى احنا كده ما بنحلش المسائل بقى. احنا كده بنزود الاعباء على القادمين. لا طب احنا كده هنتعب شويه، هنتعب. اذا كنتوا عايزين بلدكم تاخد مكانها وسط الامم، اوعوا تتصوروا ان ده بيجي بسهوله. الرئيس السيسي شدد على ضرورة ضبط معدلات الزيادة السكانية التي تلتهم معدلات النمو، داعيا إلى تكاتف جهود الدولة والمواطنين لمواجهة هذا التحدي، مشيرا إلى أن معدلات النمو ورغم هذا التحدي قد حققت زيادة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 5.4% بدلا من 4%. بات المؤتمر الوطني للشباب نموذجا مصريا خالصا يمثل جسرا جديدا من التواصل بين الدولة وقيادتها السياسية وبين شباب يطمح إلى مستقبل أفضل، جسر تطرح عليه كل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون مواربة بهدف صياغة استراتيجية شاملة لبناء الدولة والمواطن. من مقر انعقاد المؤتمر على رشوان، النيل. الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نقل السفارة الأمريكية للقدس سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة وسيكون له تداعيات سلبية على الرأي العام العربي والإسلامي. لفت سيادة الرئيس إلى أن مصر تجري بصفة مستمرة عدة اتصالات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتهدئة حرصا على عدم سقوط ضحايا من الفلسطينيين.
يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بمقر جامعة الدول العربية بناء على طلب من السعودية وبرئاستها لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني الذي اتخذته الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس. ومن المنتظر أن يناقش الوزراء الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على منشآت لحركة حماس في شمال قطاع غزة، وزعم الجيش الإسرائيلي أن الغارة تأتي ردا على إطلاق نار على جنود إسرائيليين بمدينة سيدروت. كان أكثر من 60 فلسطينيا قد استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مطلع الأسبوع الجاري بعد تظاهرات حاشدة ومواجهات على حدود غزة بالتزامن مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس. صرح مصدر أمني مسؤول بأن قطاع مصلحة السجون أفرج عن السجناء الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي من رئيس الجمهورية، وعددهم 332 مسجونا. كان رئيس السيسي قد أكد أنه ليس هناك أي تدخل في عمل لجنة العفو الرئاسي، واضحا أنه يتم فقط التصديق على الحكم النهائي الصادر وفقا لتوصيات اللجنة. ختام النشر عناوين الأخبار: مقتل 19 تكفيريا واستهداف وتدمير عربات محملة بكميات من الأسلحة والذخائر ضمن العملية الشاملة سيناء 2018. السيسي يؤكد أن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس سيؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة. اليوم اجتماع طارئ لوزراء الخارجيات العرب لبحث عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني وقرار واشنطن بشأن القدس. نهاية النشر، المزيد من التفاصيل على نايل دوت اي جي بعد قليل قراءة في الصحف المختلفة. إلى اللقاء.